لمعرفة المحيطة في رؤوس الموظفين، وهي نوعين ألف وباء. منها نوع معرفة ضمنية رسمية، يعني الموظف عنده معارف خاصة بطبيعة العمل وطبيعة التعامل فيه رسميا، وفي معارف ضمنية ليست رسمية، توقعاته وتصوراته مش مكتوبة. وعندنا معارف اسمها معارف الآن رسمية، هذه معرفة رسمية أساسية موجودة عند الموظف صريحة. وبالتالي احنا دورنا الآن في التدريب كيف نستطيع أن ننقل هذه المعارف إلى الجميع. سؤالي لكم، ما هو أغلى شيء في أي منظمة؟ البشر. طيب ما هو أغلى شيء في البشر؟ عقولهم. طيب لو أخذنا اللي في عقولهم واتقناه كتيبات، ماذا تسمى هذه الكتيبات؟ تسمى أدلة المعرفة في المنظمة. هذه أدلة المعرفة ما هي؟ خطط، هي عبارة عن سلمكم الله أدلة إجرائية. سؤال، هل مذكرتك، هل حقيبتك التدريبية اللي أنت جاي تدربها، هل ممكن تتحول لدليل معرفة داخل المنظمة؟ إذا أصبحت مذكرتك دليل معرفة داخل المنظمة فأنت مدرب رائع. إذا مذكرتك بعد نهاية الدورة معطينا مذكرة كلها أكمل فراغ وصور رموز، معنا عظم الله أجرنا في الدورة اللي قدمناها لك. لأن مفترض الدورة حقك اللي احنا دفعنا فيها فلوس، المذكرة اللي انت أعطيتنا ماذا تعتبر بالنسبة لنا بعدين؟ دليل عمل. فلنقل أنا جاي أدرب دورة اسمها مهارات البائع المحترف. عندي الآن شركة تسويق بالتجزئة وعندي ناس بائعين فيها وبقدم لهم دورة. المفروض بعد نهاية الدورة لو أخذت المذكرة وفتحتها تجد استراتيجيات تساعدك على عملية البيع. كويس؟ هذا المفترض. وبالتالي المذكرة نفسها يجب أن تتحول إلى مذكرة تعلمنا استراتيجيات، يعني مصدر معرفة. لكن لما يجيني مدرب يعطيني مذكرة، أكتشف مذكرة كلها أكمل فراغ وحط صور وحط لك عبارات ويقول حقي، ما أبغى أحد يأخذ حقي. يا أخي أنت ما فهمت التدريب.